بسم الله الرحمن الرحيم، أحباب الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لسلايد رقم 34 من الشابتر الثالث، اللي هو Programming and Debugging، برمجة وتصحيح الأخطاء. كيف إحنا بدنا نعمل عملية البرمجة وعملية تصحيح الأخطاء. Translating a design into a program and removing errors from that program. يعني ترجم التصميم إلى برامج أو إلى برنامج وإزالة الأخطاء من هذا البرنامج. Programming is a personal activity. There is no generic programming process. البرمجة هي نشاط شخصي، كل واحد ببرمج اللي بده اياه، بيعمل في اي لغه بده اياها. لا توجد عمليه برمجه عامه موجوده، ما فيش عمليه برمجه عامه او نقول انه الواحد يتبعها، لا، كل واحد بيتبع البرمجه اللي هو بده اياها. بروجرامرز مبرمجين هنا. Carry out some program testing to discover faults in the program and remove these faults in the debugging process. زي كل واحد ما بعرف، زي ما انتم بتعرفوا، يقوم المبرمجون بإجراء بعض الاختبارات على البرنامج لاكتشاف الأخطاء في البرنامج وإزالة هذه الأخطاء في عملية تصحيح الأخطاء من الديبجنج. يعني أنا لما بكتب برنامج بعمل لي شو التستنج، هذا بنسميه التستنج، الاختبار. بعمل اختبار بسيط، بشوف هل اشتغل ما اشتغلش، ايش في اخطاء، ايش ممكن يديني ايرور. الديبجنج بروسيس لوكيت ايرور، ديزاين ايرور ريبورت، ريبير ريبيت بروجرام. عمليه سهله، احدد موقع الخطا، اصلاح الخطا، وبعدين خطا في الاصلاح، ريبير ايرور، انا بنصلحه، انا بنصمم اللي هو تصميم الخطأ، انا بنصلحه، وهنا بنعمل ريتست، اعاده اللي هو الاختبار. طيب سوفت وير فاليديشن اللي هو التحقق من صحة الاخطاء. verification and validation is intending to show that a system conforms to its specification and meets the requirements of the system customer. ايش يعني؟ هي يهدف التحقق والتثبيت إلى إظهار أن النظام يتوافق مع مواصفاته ويلبي متطلبات العميل والنظام. تمام. Involve checking and review processes and system testing. ينطوي على فحص ومراجعة العمليات واختبار النظام. System testing involve executing the system with test cases that are derived from the specification from a real data to be processed by the system. تنفيذ النظام بحالات اختبار مشتقة من مواصفات البيانات الحقيقية التي سيتم معالجتها بواسطة النظام. طيب عملية اللي هي التستنج بروسيس، ايش بنسوي؟ يونت تستنج، موديل تستنج، سب سيستم تستنج، سيستم تستنج، اكسبتنس تستنج. كل واحد بيرجع للي قبله. كومبوننت تستنج هنا، انتجريشن تستنج، يوزر تستنج. كومبوننت اللي هو فحص المكونات، فحص اللي هو الدمج، وهنا فحص اللي هو اليوزر، الاختبار المستخدم. يونت تيستينج اختبار وحدات، موديل تيستينج اختبار الوحدة الواحدة برضه. موديل يونت اللي هي الجزئية،
هنا الموديل سب سيستم اللي هو اختبار النظام الفرعي، هنا اختبار النظام الأساسي، هنا اختبار القبول من المستخدم، يعني هو بياخذ البرنامج وبيعمل له فحص منه لحاله. تمام. طيب testing stages زي ما هنا زي ما احنا حكيناها، unit testing, model testing, subsystem testing, system testing, and system testing. individual components are testing, tested يعني يتم اختبار المكونات الفرعية. model testing related collection of dependent components are tested، يتم اختبار المجموعات ذات الصلة في المكونات التابعة. Subsystem systems models are integrated into subsystems and systems. The focus here should be on interface systems. يتم دمج الوحدات في النظام الفرعية واختبارها. هنا التركيز the focus يجب أن يكون هنا على اختبار الواجهات interface systems. System testing اللي هو اختبار النظام ككل. Testing of the system as a whole. اختبار النظام ككل. System of emergent properties اللي هو اختبار خصائص طارئة اللي بتطلع لنا ايش هي ايش طوارئ. Acceptance system القبول هذه. System with customer data to check that it is acceptable. باخذ بيانات اللي هو العملاء، اختبار مع بيانات العملاء للتحقق انها مقبولة. تمام. Testing phases مراحل الاختبار requirement specification system specification system design detail design. تمام. طبعا كل واحدة لها ايش acceptance test plan system integration plan sub system integration test plan model and unit code and test. تمام. sub system integration test system integration test acceptance test. وديني هنا سيرفيس اللي هي السوفت وير اللي بديها. كل واحد هذول المراحل، مراحل تصميم، مراحل تكوين البرمجيات، كل واحد بعمل له خطه للتصميم، خطه للاختبار. تمام. اختبار القبول، وفي الاخر بتديني اكسبتنس تيست اللي هو اختبار القبول و النظام ككل. تمام. هذه اللي هي testing phase. طيب software evolution تطوير البرمجيات ايش بتحكي؟ بتقول software is inherently flexible and can change، يعني البرمجيات مرنة بطبيعتها ويمكن ان تتغير. البرامج كل واحد بكتب برنامج بيختلف عن الثاني، ممكن هو كل واحد بكتب على باللغة اللي بده اياها. As requirements change through the changing business circumstances, the software that supports the business must also evolve and change. هنا مع تغيير المتطلبات من خلال تغيير ظروف العمل، يجب أيضا تطوير البرامج التي تدعم الأعمال وتغييرها. يعني أنا بديني بقول لك الكاستمر بدين شوية متطلبات ممكن يغيرها في أي وقت. Although there has been the interaction between development and evolution and evolution in the maintenance, this is increasingly relevant as fewer and fewer systems are completely new. على الرغم منه كان هناك ترتيب بين التطوير والتطور، تطوير والتطور اللي هي maintenance اللي هي الصيانة، فإن هذا الأمر غير ذي صلة بشكل متزايد، لابد أنظمة أقل وأقل جديدة. تمام. يعني لأنه النظام ما بتلاقيهوش كله جديد، يعني الا تلاقي في ماخذ اللي هي الكورس الكوميرشال اوف ذا شيلف، يعني البرامج اللي هي الجاهزه اللي انا اللي هي بتكون عندي. تمام. سيستم ايفوليوشن، انا عندي ديفاين سيستم ريكويرمنت اسيست اكزيستنج سيستم
properties can change the file system. تمام؟ هنا بحط existing systems بدخله على السيستمز هاي اللي هي تحديد هنا define system requirements تحديد المتطلبات النظام تقييم النظم الحالية اقتراح تغيير النظام تعديل النظام هنا النظام الجديد هنا الاكزيستنج سيستم الأنظمة الحالية اللي موجودة عندي بدخلها في تقييم النظم الحالي عشان اديني اللي هو نيو سيستم تمام طيب هل وقفت الدقائق الى شيء جديد اللي هي الاوتوماتيد بروسيس سبورت ايش يعني؟ اللي هي الدعم العمليات الاوتوماتيكية اللي هي لا البحث عنها اوتوماتيك يعني الكمبيوتر اللي بتشتغل بتعتمد على الكمبيوتر الكيس اللي هو المرة حكيت عنها الكيس اللي هي كمبيوتر ايدد سوفت وير انجينيرنج هندسة البرمجيات ومساعدة الحاسوب اللي هي سوفت وير تو سبورت سوفت وير ديفلوبمنت اند ايفولوشن بروسيس تمام هو سوفت وير يعني برمجيات موجودة في الكمبيوتر عشان يدعم تطوير البرمجيات وتطور العمليات اكتيفيتي اوتوميشن هي اتمتة النشاطات واحد جرافيكال اديتور فور سيستم موديل ديفلوبمنت اللي هي محرر جرافيكي لتطوير نموذج النظام داتا ديكشنري تو مانج ديزاين اكتيفيتيز قاموس البيانات عشان اداره تصميم الوحدات جرافيكال يوزر انترفيس بيلدر فور يوزر انترفيس كونستراكشن ديبجر تو سبورت بروجرام فولت فايندينج Automated Translator to generate new versions of a program. يعني هذول كلهم برامج هذه اللي هنا Graphical Editor, Data Dictionary, Graphical User Builder, Interface Builder, Debugger, Automated Translator كل هذه برامج موجودة بالحاسوب تعملنا على الأوتوميشن أو أتمتة اللي هي النشاطات لا إيش هندسة البرمجة تكنولوجيا هندسة البرمجيات ومساعدة الحاسوب هنا case technology has led to significant improvement in the software process through not the order of the magnitude improvement that were once predicted إيش يعني تكنولوجيا هندسة البرمجيات أدت إلى مؤشر تطويرات في عملية البرمجيات مش بس على الكمية يعني تطوير الكميات ولكن بتنبأ بكمية اللي هو التطويرات Software Engineering require creative thought يعني تحتاج إلى تفكير إبداعي not readily automated يعني انا عمليه البرمجه بدها تفكير ابداعي مش دايما كلها اوتوماتيك عشان هيك سوفت وير انجينيرنج مش بقدرش كله عمله اوتوماتيك سوفت وير انجينيرنج ذا تيم اكتيفيتي نشاط فريق مش واحد بس فور ناز بروجكت ماتش تايم اكستندنج تيم انتراكشن يعني في الـ في الـ في الـ في المشاريع الكبيره انا بعمل مشاركات الفريق كله بعمل اجتماعات مع الفريق كله في تكنولوجي not really supporting عشان هيك التكنولوجيا اللي انا حكيت عنها هذه هذول ما بدعموش كل اللي هو الاجتماعات وكل هذا الاحتياجات تمام classification classification help us understand the different types of tools with their support and process activity. يعني التصنيف بيساعدنا على نفهم انواع مختلفة من التولز ودعمهم للنشاطات. النشاطات اللي هو العمليات. Functional perspective
بروسيس برسبكتيف انتجريشن بروسبكتيف، يعني من جهة العمل أو من منظور العمل، ومن جهة اللي هو العملية، ومن جهة التكامل. هنا تول are classified according to their specific function. يعني تول مصنفة على حسب اللي هو specific function، اللي هو العمل معين. هنا تول are classified according to process activity، النشاطات العملية اللي احنا بندعمها. Tools are classified according to their organization and integrated unit، حسب اللي هو their organization، على حسب الإدارة تبعتها، المؤسسة تبعتها، into إلى integrated unit، وحدات متكاملة. في عندي functional tool classification على حسب شغلها. تمام، هنا التول، تمام، planning tool، editing tool، change management tool، وهكذا. واللي هو الفانكشنال شغلها ايش بتعطيني. طيب هنا activity based على حسب النشاطات. planning tool ايش بتديني؟ specification، design، implementation، verification and validation. هنا مراحل اللي هو تصميم، هذه مراحل تصميم السوفت وير، وهذه اللي هو التول، planning tool، editing tool، document tool، كل التولز اللي انا بشتغل عليها. تمام، فيت انتجريشن اللي هي تكاملها مع ال تكامل السوفت الكيس مع البرنامج اللي انا بشتغل عليه. التول اللي هو العدد، والورك بنش مكان العمل او طاولة العمل، environment البيئة. التولز اللي هي العدد الموجود عندي، support individual process tasks such as design, consistency, checking, test, editing، وكل هذه التولز اللي أنا شفتها هنا، كيف كل هذه التولز هذه كلها. تمام، تدعم مهام العملية الفردية مثل اللي هو design و فحص التصميم و text editing اللي هي تحرير النص. workbenches support process things such as specification and design، هي عملية تدعم ال تدعم ايش؟ ال specification، المواصفات و design. normally include a number of integrated tools، عادة تشمل عدد من العدد المتكامل. environment البيئة، هنا support all the substantial part of an entire software process، normally include several integrated workbenches، هنا تدعم الجزء الرئيسي، كيف تدعم الجزء الرئيسي substantial part of an entire software process، عملية البرمجيات الكاملة. عادة تشمل عدد من اللي هو أماكن العمل المتكاملة. تمام، هنا عندي tools workbenches environment، technology tools workbenches environment، هذه اللي هي من السلايد السابقة، ويعطيكم ألف عافية. نلقاكم بهذه نهاية الشابتر 3، ونلتقي بكم بالشابتر 4 إن شاء الله. وأي سؤال، أي استفسار ابعثوا لي على الموديل، وإن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله. ويعطيكم ألف عافية.